السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيم سوفت سوليوشنز دي باكج كبيرة جدا، فيها 84 تولز أو أداة أو أمر بيضافوا للريفت مش موجودين جواه. إن شاء الله يوصلوا ل100 خلال السنة ديت. هنلاقي فيها أدوات مشتركة بين المعماري والإنشائي والكهروميكانيكال، حاجات جنرال تقريبا في حدود 27 جنرال تول، وفي حاجات خاصة للإم إي بي للكهروميكانيكال، وفي حاجات خاصة للشيت باكج بتعمل شيتات، وفي حاجات خاصة بالفيوز، وفي حاجات خاصة بالبارامتر باكج، في حاجات خاصة بالفاميلي، في حاجات خاصة بالورنينج اند كليننج باكج، يعني في حاجات مثلا خاصة بالفيو، اي فيو انيوزد تمبليت بيلغيه، وفي باتش دوبليكيت فيو، وفي اساين سكوب بوكس تو فيو تولز يخلي السكوب بوكس للفيو، ونسخ السكوب بوكس من اللينك للملف اللي انت فيه، وبليس فيو ان شيت تول، حاجات خاصة بالورنينج اند كليننج باكج، يقدر اي فيو تمبليت غير مستخدم يشيله، في حاجات خاصة بالبرج للكاد دروينج تولز، لو في دوبليكيت مارك وورنينج ساعات بيبقى عدد كبير هو بيبدأ يحذفه، الفلتر تولز، الدبليكيت ايتم اليمنت لو في 2 اليمنت في نفس المكان يشيل واحد منهم، امبليس سبيس يبدا يعمل لها بيرج ويلغيها، ان جروب اول جروب تولز كل الجروبات يتعمل لها ان جروب لان الجروب بيعمل مشاكل، البيرج السكوب بوكس تولز. ان شاء الله الادوات دول واحده واحده نشرحهم في بيم اريبيا. في حاجات بتحول الروم لل 3D ودي حاجة مفيدة جدا، في حاجات خاصة بالابجريد الفايل تولز، عندك ملفات كتيرة ممكن يعملها مرة واحدة، في حاجات بتقارن بين الليفلز، في كوبي ورك سيت من ملف تاني، في نمبر، وفي الدور من الغرفة والى الغرفة، كرييت واكسبورت للان دبليو سي، ونعمل بيرج فايل لوكيشن والفايل رينيمينج والديفاين اليمنت اي دي لاند بلاننج اوتوماتيك اد للبنت ماتريال، في حاجات الباتش، في حاجات اكسل بيم لينك تول عامل الربط بين الاكسل وبين الريفت، في حاجات خاصه بالافويد كلاش، انت كلاش يبقى موجود في نفس اللحظة وانت بترسم، في اللي يعمل opening automatic ينقل الداتا من ملف لملف، يعمل finish للوول، في transfer data from space to family، وفي حاجات خاصة بقى بالبرامتر زي ان هو يعمل replace للتكست في الموضوع البرامتر، يعمل copy وcombine في البرامتر تكست، في الباتش apply shared برامتر، في بيم exporter tool باتش ابلاي شيرد برامتر، المجموعه بتاعت الفاميلي تقدر تعمل اكستراكت الفاميلي، تعمل باتش روتيت فاميلي، عندك حاجات كتير ممكن تعملها روتيت مره واحده، باتش رينيم فاميلي تولز، اكستراكت سيلكت فاميلي بر تخرج الفاميلي بره المشروع اللي انت فيه، في حاجه خاصه بالام بي زي موضوع الديستريبيوت الاوتوماتيك كلاش سولفيد يحل الكلاشات، ماجيك دايناميك في حاجات خاصة بالكوندت، الحساب الدكت ويت، التوزيع للام اي بي، في حاجات خاصة بالهنجر، في حاجات خاصة بكرييت للبايب، كوبي الكتريكال سيركليت تولز، في حاجات خاصة بالسيركت، يعني الحاجات اللي كانت ناقصة بيبدأ يعمل لك ادوات تسهل لك الشغل، الباتش تشينج سيركت، اوتوماتيك سيركت بيكر، اوتوماتيكلي اوفست اليمنت،
اكستراكت بانل سكادول، بدل ما تصدر واحدة واحدة وما بتصدر كل مرة واحدة، تقدر تعمل سبريت للبايب والضغطات الاين، الحاجات الخاصة بالشتات، باتش موديفاي ريفيجن تقدر تعدل مرة واحدة، كريت شيت، الباتش اد اند ريموف، في باتش كريت سينكوزيشن، في بورت لوكيشن، كوبي شيت تول، وتقدر تعمل رينمبرينج، وتقدر تعمل اديت للشيت برامتر تول. وإن شاء الله كل دول هنبدأ نشرحهم بالتفصيل بإذن الله. هتلاقي في قلب الريفت بدأت تظهر لك قوائم، تقدر تختار القائمة فيهم وتلاقي الأمر اللي أنت عايزه، كأن عمل يعني نسخة جديدة من الريفت أو أضاف أوامر جديدة للريفت، زي ما قلنا 84 أداة، فتقدر تعتمد عليهم وتشتغل عليهم بحيث يوفروا لك الوقت في الانتاج. لو من خاصة بالبر